بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. بنقل لحضراتكم أول تجربة لي لزراعة الطماطم السلكية أو طماطم البيوت المحمية أو الطماطم الغير محدودة النمو، وسموها زي ما تسموها، في منطقة العبدلي بأرض دولة الكويت. التجربة صعبة؟ صعبة. الزراعة في أرض الكويت صعبة؟ صعبة. في معوقات؟ في معوقات، بس اللي بيزرع في أرض الكويت أقدر أقول إن هو ممتاز، بس عن شرط يجيب إنتاجية، يعني مش إن هو بيزرع وخلاص، يعني فهمني. لو جبت إنتاجية في أرض الكويت أنا أعتقد إنك أنت مهندس أو مزارع ناجح جدا جدا جدا، يعني تمام، لأن الأمور بصراحة يعني صعبة شوية، بس تقدر تتحكم فيها أو تقدر تخلي الظروف دي تحسن منها أو تقدر تخليها في صالحك. ممكن تخليها في صالحك وتقدر تحسن الظروف دهية وتتغلب عليها بشوية معاملات ممكن نتكلم عليها فيما بعد، ولكن أنا بتكلم الزرع اللي قدام حضراتكم دهوت ما شاء الله السيمترية بتاعته كويسة، المساحات الورقة بتاعته ممتازة جدا، مفيش اي مشكل خالص لحد دلوقتي. بحس ان الساق ممتاز جدا، رغم ان انا قربت اوصل للسلك اهوت، ولكن ما شاء الله الساق ممتاز جدا. العقد بتاع الثمار كويس، مش وحش، يعني العقد بتاع الثمار ده كويس جدا. عدد الثمار برضو انا شايف ان هو كويس جدا، تمام. المسافة بين الكلستر والكلستر أنا شايف إن هي كويسة جدا، يعني أنا شايف شوية حاجات كده، يعني أنا لو قلت مثلا أهو وأطلع تاني أقول أهو، وأطلع تالت أقول أهو، فهمني، وأطلع رابع أقول أهو، فهمني، وأطلع خامس أقول أهو، وأطلع سادس أقول أهو، تمام، وأطلع سابع أقول أهو، والثامن فوق اهو. لسه تقريبا في حوالي متر بيننا وبين، او 75 سنتي ما بيننا وبين السلك. الامور كويسه الحمد لله، انا يعني راضي الوضع اللي احنا عليه ده. هو معدل الجمع كان بعد قد ايه؟ دي زراعه يا جماعه 31/7 يوم الاربع 31/7. الصنف طبعا اكيد حضراتكم عارفينه وحافظينه، الصنف ابو حبايه يعني متوسطة، ده صنف إلى حد ما كويس، يعني كويس جدا، يعني ممكن تضغط عليه بالتسميد بتاعك شوية أموره هتظبط معك، فهمني. طيب المعوقات يا جماعة، المعوقات المية، عندنا المية هنا في مشكلة كبيرة في المية، كان توفيرها بالنسبة للتبريد أو توفيرها بالنسبة لعملية الري أو النوعية بتاعتها طبعا فيها شوية مشاكل. رقم اتنين عندنا الملوحة، أرض الكويت طبعا فيها شوية أملاح، لأن أرضها تقريبا، يعني بما أني دارس الأراضي شفت فيها بعد طفلة، بس نسبة قليلة جدا بتلاقيها حتى بتدي لها قوام كويس، يعني بتدي لها قوام كويس، يعني أنا بعتقد أن هي ميزة إذا تغلبت على شوية الأملاح دول، هي ميزة مميزة جدا بصراحة، أفضل من أرض السعودية بكتير. هنا في صعوبة؟ في صعوبة. السعودية في صعوبة؟ لا، ما اعرفش، النبات هنا كان بيطلع لوحده كده، ما اعرفش، يعني هو بتجمع وانتاجيات عالية وحاجات يعني خرافة كده، يعني اعتقد ان انا في بعض الفيديوهات ما كنتش بقول على الحقيقة كتير على انتاجيات عشان حد هيكذبك يعني، ولكن يعني الامور الحمد لله. من نفس المكان العام الماضي كانت فيه شوية مشاكل. أول المشاكل دي حضرات كانت سرولة النبات، نبات مسرول كده وهزيل وضعيف. النبات ما فيش تداخل في بعضه، يعني لما بنمشي كده الكاميرا بنلاقي النبات الورق نفسه مغطي على الثمار بتاعته، تحس الخط كله كيان واحد، سيمترية واحدة، تمام. أهو يعني الوضع كويس، غير ما تشوف النبات تحس ان هو كل نبات لوحده كده مش سروله، نبات هزيل مسرول، الليف اريا او مساحه الورقه عندي صغيره جدا، العدد الثمار يتعد وانت بعيد كده تعد الثمار اللي على النبات ده كله، طبعا لان من الاول النبات جرى منه وما قدرش يوفر له او يعمل مجموع خضري كويس، تمام.
ما قدرش يعمل ساق كويس، تمام؟ فاصبح النبات هزيل، جاب حبيتين طماطم ولا ثلاثة، حتى ما بيكبروش قوي، وبتحس تلاقي الدنيا كده مش مظبوطة. طيب القصة دي يا حضرات، يعني في شوية ارشادات، في نقص كالسيوم بيحصل، كان حاصل تشقق اشعاعي بكميات كبيرة، بيحصل اعفان برضو بكميات كبيرة، فاهمني؟ فكل الحاجات دي بنقدر نتغلب عليها. ايوة بنقدر نتغلب عليها، ما نقدرش نتغلب عليها ليه؟ مشكلتك مع الكالسيوم هنا في الكويت لان فيه رطوبة عالية، عندك رطوبة عالية، الرطوبة العالية بتستدعي منك ايه؟ بتستدعي ان النبات ما فيش نتح كتير، وبالتالي ما فيش حركة لعنصر الكالسيوم من جذور النبات، من جذور النبات لي عشان تطلع لفوق لباقي الازهار والاوراق اللي في بقية النبات، فبالتالي بيحصل نقص في الكالسيوم. الرش ما بيجيبهوش، ايوة الرش ما يجيبش، لازم الاثنين ماشيين مع بعض، يعني لازم الاثنين ماشيين مع بعض، ما تسيبش التسميد الارضي ابدا، وخصوصا نترات الكالسيوم لازم تتحط مرة كل 5 ايام، كمان في الكويت تتحط كل 5 ايام وكل 4 ايام، نترات الكالسيوم في الكويت تتحط من اول اسبوع تسميد، تتحط من اول اسبوع تسميد. في مشاكل في الصنف، ايوه مشاكل في الصنف، في اصناف حساسة ما تتزرعش في الحرارة العالية، ما تتزرعش في الحرارة العالية عشان بتتأثر بنقص الكالسيوم، تمام؟ كل الحاجات ديت المفروض انت كمهندس شاطر تاخدها في الحسبان عشان قصة الكالسيوم دي، تمام؟ اوعى تقول لي ان انا هرش الكالسيوم لو موجود هنا مش هينتقل لهنا، اللي هو عديم الحركة اصلا، حتى مش بطيء الحركة، تمام؟ لازم يطلع من الجدر تحت، الرطوبة عالية عندي، حاول تدي النبات احتياجاته وهو لسه صغير، وهو لسه صغير تدي له احتياجاته من الكالسيوم، وخصوصا في الـ على هيئة النترات، تمام؟ عشان الامور تبقى عندك كويسة. اهي فيش كالسيوم خالص، انا مش شايف والله ما شفتها، فهمني؟ بما ان مقارنة بقبل كده لا كان بيبقى فيه نقص كالسيوم كتير، ونقص كالسيوم كتير مع انتاجية قليلة يعني اصبح طبعا حاجة مش مناسبة للتسويق اطلاقا يعني. التشقق، اظبط الري بتاعك، اظبط الري، اظبط الري، اظبط الري. كنا قلنا قبل كده ان احنا بنروي 3 و4 و5 مرات، انا بعتقد ان الري هنا افضل نتيجة توصلت لها هنا في ارض الكويت، انك تروي مرتين. ليه؟ احنا الحرارة هنا عندنا عالية يا جماعة، كل الناس بتظلل، نسبة التظليل عالية مع الحرارة العالية مع المية اللي انت بتديها تحت. ايه اللي بيتعلمه النبات؟ بيتعلم النبات الكسل، بيتعلم النبات الكسل، بمعنى انك انت النهاردة ابتديت تدي النبات كل ساعة شوية مية، فاصبح الري عندك يعني سطحي، الري عندك اصبح سطحي، فالجدر اتدلع من الاول خالص، ما ابتداش يغور تحت في الارض ويوصل لل 30 سنتي اللي تحت دول، ويبدأ يطلع لك يجيب المية من تحت، فعلمته الكسل، فابتدى يبقى الجدر سطحي، ابتدى الجدر يبقى سطحي بدل ما يبقى يغوص في باطن الارض عندك، وبالتالي مجموع جذري قوي، وبالتالي قوة امتصاصية عالية للنبات، للأسمدة وللمياه كمان، تمام؟ اما كل ساعة تروح تديلي 3 دقائق مية، 2 دقائق مية، والمشكلة انك تسأل اي حد تقول له بتدي كم مية، يقول لك ادي 2 ودقيقتين ودقيقتين، تقول له طب تصرف النقاط بتاعك كام، يقول لك لا، طب قوام الارض بتاعتك ايه، يقول لك مش عارف. لا هو امال بتدي ميه بناء عليه؟ يعني بتدي ميه بناء على تصرف النقاط عندك كام. هل ينفع ان انا ادي 3 دقائق في تصرف نقاط يا جماعه 2 لتر في ساعه؟ هل ينفع ادي 3 دقائق في تصرف نقاط 4 لتر ساعه؟ هل ينفع ادي 3 دقائق في 8 لتر ساعه؟ الكلام ده غريب. في حاجه اسمها كميه ميه، احتياج ميه، ما اسويش بقى اقول ادي بدقيقتين دقيقتين دقيقتين، طب تصرف النقاط كام مش عارف. لا دي لازم تتحسب ولازم توقف عندي. عطش في اول النبات زي ما انت عايز، واعمل اللي انت عايزه، دايما انا بوصف كده، بس اذا كان في ازهار واذا كان في طماطم بالمنظر ده، اوعى اوعى تسمي. هتقول لي الطماطم دي كانت بتاخد مية قد ايه؟ اقول لك والله كانت بتاخد ساعات في بعض الايام ساعة الصبح ونص ساعة اخر النهار. هتقول لي انت مجنون؟ اقول لك والله
انا بقسم برب الكعبه، كانت ممكن تاخد في بعض الايام ساعه الصبح ونص ساعه اخر النهار، ربع ساعه اخر النهار، ده الطبيعي. ليه؟ النبات صابح بديله ميته كويس جدا، مش هيطول معايا. ليه مش هيطول معايا؟ اديته ميه كويسه ومش كل شويه اروح اديله شويه ميه، ومسكته، مسكت النبات في التسميد بتاعي، نوعيه التسميد بتاعي. نوعيه التسميد هتقول لي انا بقول لك مستعد، ما حدش يقول لي ان انت سماد معين هتجيبه وتحط، لان القصه دي دايره يا جماعه كتير. انا راجل بتاع تسميد، ممكن ما اكونش درست خضر، انا راجل خبرتي في الخضر، ولكن دراستي اسمده وتسميد وري واراضي، عارفينها القصه دي طبعا. يعني قصتنا احنا في الملوحه وفي البي اتش وفي احتياجات الميه وفي احتياجات السماديه، القصه دي ما حدش بيوقف قدامنا فيها ولا الحمد، كبتوع كدارسين لعلم الاراضي، تمام. فواحد يجي يقول لي اصل السماد الفلاني ده فيه ماده سحريه، يا حبيبي ما فيش ماده سحريه ولا حاجه، انت بتضحك على نفسك والله. انا شفت استاذي الدكتور يوسف عبد العال، استاذ الاراضي في جامعه القاهره والمستشار الفني بتاع شركة سانتريد، مش عارف ما يزال ماسكها ولا لا، ما بيشتغلش الا بسمدة احادية. ليه؟ الراجل عارف هو بيحط ايه وبيعمل ايه، حتى شلت في المشتل شفته بسمدة اسمدة احادية. اه والله، يعني دي حاجات. ليه؟ ده علم يا جماعة، ما حدش بقى يقول لي انا اديك سماد بقى هيعمل، ما اديكش السماد طالما انت ما انتش قادر تدير القصة دي، ما فيش حاجة اسمها سماد هيدي القصة دي كلها. خلصنا من قصة الكالسيوم، خلصنا من قصة الكالسيوم، انا هتوقف بس هنا يا جماعة، وان شاء الله بإذن الله تعالى نتكلم بعد كده عن المعوقات برضو اللي شفتها في الزراعة هنا في دولة الكويت، وخصوصا في منطقة العبدلي. بحييكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.